المستقبل وحياه المشاريع. هذا اللي تمنحها الفرصة، تمنحها فرصة التنقيب، تمنحها فرصة القرار. أيوة الاستفاضة، الاستفاضة. أيوة بشو اسمه هذا، بطريقة غير رسمية وعدم لا وعدم تقييده بالنظام، ما يبغى يتقيد بالنظام. أيوة بطريقة غير رسمية وخيالية. خيالية نعم. هذا إيه، هذا رجل يا حبيبي حق العصر الذهني. ما هو احترام خياله، احترام خياله. هو يبيك، هو يبيك تستمع له. لا هذا تقول إيه، هذا ما لك تقول إنه أيوة الوصف حق الرياح. نعم نعم، غير رسمية وخيالية وخيالية وخيالية. والله تعطيه مزاح اللي تكشف عنه نفسه والله صح. ويبيه هو الابداع. طيب هنا نصائح لكل من هذا النمط اسمع له ويجاهد. اذا انت سموه شنو نصائح موجهه لك؟ لابد ان تضع لنفسك خطه. لا عفوا، النصائح هذه هنا لابد ان تضعها عشان ما حد يلعب.